بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة إن شاء الله والأخيرة في الثيرمودينامكس. هناخد النهاردة لموضوع enthalpy of the system اللي هو يرمز لها بالرمز H اللي هي معناها المحتوى الحراري للنظام. ما معنى المحتوى الحراري للنظام؟ It is the total heat content of a system at a constant pressure، يعني مجموع الطاقة المحتوية بتاعة النظام عند ثبوت الضغط، وبتساوي is equivalent to the internal energy plus the PV energy أو الـ PV work زي ما خدنا المرة اللي فاتت. معنى صح إن الانثالبي بتساوي الـ H بتساوي الـ E اللي هي الـ internal energy زائد الـ PV energy. ولو بصينا على المعادلة ديت هنلاقي إن الـ E والـ B والـ V are all state functions اللي هي دوال الحالة بتاعة النظام، وعشان إن الـ H القيمة بتاعتها بتعتمد على الـ value بتاعة الـ E والـ B والـ V، فبالتالي لازم تكون الـ H برضو state function لأن هما دول state function، فبالتالي الـ H لازم تكون state function، وبالتالي its value القيمة بتاعة الـ H is independent of the path by which the state of the system is changing. ما بتعتمدش على الطريق اللي الحالة بتاعة النظام بتتغير. يبقى قلنا الانثالبي اوف ذا سيستم اللي هو المحتوى الحراري للنظام اللي هو is the total heat content of the system at constant pressure، وبتساوي الانترنال انرجي بلس ذا بي في انرجي، وعشان ان ال H اللي هي المحتوى الحراري للنظام يعتمد على الانترنال انرجي وبيعتمد على البي والفي، وعشان دول ستيت فانكشن فبالتالي ال H برضه ستيت فانكشن. معنى ستيت فانكشن يعني القيمة بتاعتها ما بتعتمدش على الطريقة أو على الطريقة اللي الحالة بتاعت النظام فيها اتغيرت. A change in enthalpy or enthalpy change، التغير في المحتوى الحراري أو المحتوى الحراري أو تغير المحتوى الحراري اللي هو delta H. لو افترضنا if delta H be the difference of enthalpy of a system in the final state، لو افترضنا إن المحتوى الحراري للنظام H2 في الفاينل ستيت في اللي هي الحالة الأخيرة and initial state H1، فبالتالي الدلتا H هي H2 ناقص H1. لو افترضنا من القيمة الأولانية احنا قلنا ان ال H بتساوي ال E زائد ال BV، لو هنستبدل القيمة بتاعت ال H هنا بالقيمة اللي احنا خدناها في السلايد اللي قبل كده، فبالتالي هتطلع المعادلة عندي دلتا H تساوي E2 زائد B2 V2 minus E1 زائد B1 V1. هناخد الـ E، هنفك الأقواس وهناخد الـ E الـ E2 ناقص الـ E1 مع بعضيهم، والـ BV2 BV2 ناقص الـ B1 V1 مع بعضهم. المقدار ده E2 ناقص E1 اللي هو مقدار التغير في الطاقة الداخلية اللي هو دلتا E، والمقدار اللي هو هنا B2 في 2 ناقص B1 في 1 اللي هو معناها الدلتا V تغير في دلتا B في. وعشان ان احنا بنعمل الانثالبي ات كونستانت بريشر، فبالتالي العلاقه هتبقى دلتا H تساوي دلتا E زائد B دلتا V. المتغير هو هنا الدلتا V وليس لان البي كونستانت، فبالتالي هتطلع بعيد عن المتغير. او ممكن طبعا B دلتا V اللي هو يعتبر الورك، فالعلاقة ممكن تتكتب إن الدلتا H تساوي دلتا A زائد W زائد W، W اللي هو إيه؟ الورك. يبقى ده الـ change of enthalpy اللي هي العلاقة اللي هي الـ enthalpy بتاع السيستم في الـ final state ناقص الـ enthalpy بتاع السيستم في الـ initial state. هنعوض عن القيمة بتاعت الـ enthalpy اللي هي بتقول مجموع الطاقة الداخلية زائد الـ PV energy، فبالتالي هتطلع عند العلاقة ديت. هاخد الـ E2 ناقص الـ E1، هعمل rearrangement للمعادلة ديت، فبالتالي E2 minus E1 اللي هي دلتا E، و B2 V2 ناقص B1 V1 اللي هي دلتا BV. وبالتالي عشان احنا هنعمل عشان اللي هو total heat content of the system at constant pressure، فبالتالي ال B constant، فبالتالي هتطلع بعيد عن المتغير، فتطلع العلاقة ديت. هيتم استبدال ال BV بكلمة ب W اللي هي الورك.
طبقا للفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، طبعا عارفين الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بيقول ان الدلتا اي تساوي كيو ماينس دبليو. طيب والقانون اللي بنحسب بيه معدل التغير في المحتوى الحراري للنظام اللي هو دلتا اتش تساوي دلتا اي زائد دبليو. وير حيث كيو از هيت ترانسفيرد، لو من المعادله ديت والمعادله ديت هنستنتج عن ان الدلتا اتش تساوي كيو. وبيقول لك this when change in state of care at constant pressure، يعني الدلتا اتش هتساوي كيو لو احنا عملنا التغير في حاله النظام عند constant pressure عند ضغط ثابت. The relationship is usually written، بتتكتب العلاقه دي الدلتا اتش كيو بي، بي الصغيره دي مين ذات constant pressure، كيو بي البي الصغيره هنا تعني at constant pressure يعني عند سقوط الضغط. يبقى معنى ذلك ان دلتا اتش كان بي ميجرد باي اللي هي التغير في المحتوى الحراري للنظام، يمكن قياسه باي ميجرنج ذا هيت عن طريق قياس ذا هيت اوف ابروسيس اللي هو حراره النظام او حراره العمليه، وكيرنج ات كونستانت بريشر الذي تحدث عند ثبوت الضغط. يبقى احنا لو قلنا ات كونستانت بريشر الانثالبي بيساوي اللي هو الهيت ترانسفيرد ات كونستانت، ات كونستانت بريشر اللي هي كيو بي، بي الصغيره ديت مين كونستانت بريشر، مين كونستانت بريشر. يونتس اند ساين كونفنشن اوف انثالبي اللي هي وحده واشاره المحتوى الحراري للنظام. احنا قلنا ان الدلتا اتش تساوي اتش 2 ناقص اتش 1، اتش 1 اللي هي بتاعت الفاينل ستيت، و اتش 2 اسف بتاعت الفاينل ستيت، و اتش 1 بتاعت الانيشال ستيت. لو الدلتا اتش از بوزيتيف، لو الدلتا اتش موجب، معنى ذلك ان الاتش 2 المفروض تكون اكبر من اتش 1، and the process or reaction will be endothermic. endothermic يعني مص للحراره. يبقى لو الاتش 2 اكبر من اتش 1 في العملية أو الرياكشن التفاعل will be endothermic، وبالتالي دلتا اتش هتكون القيمة بتاعتها بوزيتيف. لو دلتا اتش از نيجاتيف، معنى ذلك إن الاتش 1 المحتوى الحراري في الحالة الستيت أكبر من المحتوى الحراري في الفاينل ستيت، وبالتالي الرياكشن التفاعل هيكون اكزوثيرميك أو طارد للحرارة. بيقول لك in case of a chemical reaction carried out in the laboratory، في حالة التفاعل الكيميائي اللي بيتم في المعمل in open vacuole في إناء مفتوح، الدلتا اتش تساوي اتش بتاع البرودكت ناقص الاتش بتاع الريكتنت اللي هتساوي كيو بي. الوحدة بتاعت الدلتا اتش كيلو كالوريز أو كيلو جول. يبقى الوحدة بتاعت الدلتا اتش كيلو كالوريز والكيلو جول. يبقى من العلاقة دي تعرف من السلايد ده عرفنا امتى تكون الوحده بتاعت الانسالفي، وفي نفس الوقت الساين الاشاره بتاعت الانسالفي. الاشاره بتاعت الانسالفي بتعتمد على قيمه الاتش 2 والاتش 1. لو كانت الاتش 2 اكبر من الاتش 1 الدلتا اتش هتكون بوزيتيف، وبالتالي التفاعل هيكون اندوثيرميك مص للحراره. لو دلتا اتش از نيجاتيف، تمام، يعني معنى ذلك ان الاتش 1 اكبر من الاتش 2 يبقى التفاعل اكزوثيرميك. ودلتا اتش ممكن نحسبها عن طريق ان الاتش بتاعت البرودكت الانسالفي بتاعت البرودكت ناقص الانسالفي بتاعت الرياكتنت، هي يعتبر فاينل ستيت واللي هي الانيشال ستيت. اليونت بتاعت الدلتا اتش اللي هي كيلو كالوري او كيلو جول. السلايد ديت بتقول لك، بتقول ان الريليشن بتوين دلتا اتش اند دلتا اي، ايه هي العلاقه ما بين الدلتا اتش وما بين الدلتا اي، التغير في المحتوى الحراري والتغير في الطاقه الداخليه بتاعه النظام. طبعا هنا استنتجنا العلاقه ان قلنا دلتا اتش تساوي دلتا اي زائد بي دلتا في اللي هي العلاقه الاخيره خالص. بيقول لك if a gas are involved in the reaction، لو احنا افترضنا ان في غاز موجود في التفاعل، they account for most of the volume change. الغاز ده هو المسؤول عن معظم التغير في الحجم بتاع في الحجم، الحجم بتاعه هو اللي بيأثر في النظام، هو المسؤول عن معظم التغير في الحجم. عشان the volume of as the volume of solid and liquid are negligible، يعني يتم اهمالها small in comparison، يعني التغير في حجم السوليد والليكويد بالنسبه للغاز هيكون تغيرها الحجم بتاعها تغيرها ضعيف، فبالتالي هيتم اهمالها. بيقول لك suppose
هنفترض we have N1 mole of gas before the reaction، لو عندنا عدد المولات قبل الرياكشن سميناها N1 and N2 mole of gas after it at constant pressure، اللي هو عدد مولات الغاز بعد ما التفاعل حصل at constant pressure عند ثبوت الضغط. هنفترض assuming ideal gas behavior، هنفترض تصرف غاز مثالي we have اللي هو طبعا BV2 يساوي NR2 إن BV2 يساوي N2RT، الثانية BV1 يساوي N1RT، ومنها من المعادلتين دولت لو احنا طرحنا المعادلة ديت من المعادلة ديت هتطلع العلاقة ب V2 minus V1 يساوي N2 ناقص N1RT، يعني معنى صح B دلتا V تغير في دلتا V بين التغير في الدلتا N، يبقى العلاقة هتكون B دلتا V يساوي دلتا NRT. يعني لو احنا افترضنا بدلنا القيمة ديت في المعادلة الأولانية هتطلع عندي ان دلتا H تساوي دلتا E زائد دلتا NRT زائد دلتا NRT. دي الريليشن شيب بين دلتا اتش اند دلتا اي. يعني احنا من خلاصه السلايد ديت ان احنا ممكن نستبدل البي دلتا في بالدلتا ان ار تي بالدلتا ان ار تي. دي خلاصه السلايد اللي هي قدام. لو عندنا مثال زي ده بيقول لك فور رياكشن اتش 2 اف 2 اتش 2 زائد اف 2، الدلتا اي بتاعت التفاعل ده بتساوي سالب 14.2 من 10 كيلو كالوري لكل مول ات 25 درجة سيليزيوس، كالكوليت دلتا اتش فور ذا ريأكشن. طبعا المعادلة اللي احنا نهينا بيها السلايد المرة اللي فاتت اللي هي دلتا اتش تساوي دلتا اي زائد دلتا ان ار تي، ار تي اللي هو ار دي الثابت العامل الغازات، التي اللي هي الابسوليوت تمبريتشر يعني اللي هي الدرجة السيليزيوس زائد 273. لو شفنا هنا عدد الجزيئات في البرودكت هنلاقيه 2، وهنا عدد الجزيئات في الرياكتنت تساوي 1، يعني معنى ذلك ان الاتن الدلتا ان تساوي ان 2 ناقص ان 1، ان 2 ناقص ان 1، ان 2 اللي هي 1 زائد 1 زائد 1 يبقى 1 زائد 1 تساوي 2، لكن ان 1 اللي هي تساوي 1 يبقى دلتا ان هتساوي 2 ناقص 1. طيب يبقى الدلتا اتش انت عندي قيمه الدلتا ايه هي مديها لنا في المعادله، دلتا اتش يبقى دلتا اي زائد 1 اللي هو الدلتا ان، ار تي اللي هو ده الثابت العام للغازات اللي هو 1987 المفروض يبقى مديهالك في التفاعل في المعادله في 298 اللي هي 25 زائد 273، هنا قسم على 1000 ليه؟ لان الوحده ديت بالكيلو كالوري، وحده الدلتا اي بالكيلو كالوري، ما ينفعش اطرح دلتا اي كيلو كالوري من كالوري، يعني لو انا شلنا ال 1000 ديت الوحدة ديت القيمة ديت هتطلع بالكالوري بس، فبالتالي ما ينفعش أطرح أجمع كالوري مع كيلو كالوري، فبالتالي قسمنا على 1000 عشان نحول الوحدة هنا اللي هتطلع من العلاقة ديت بتطلع بوحدة الكيلو كالوري، فبالتالي من سالب 14.2 من 10 زائد القيمة ديت اللي طلعت من القيمة هنا هتطلع القيمة بتاعت في الآخر خالص سالب 13.6 من 10 كيلو كالوري كل مول، ده هو المطلوب في المعادلة. يبقى الدلتا ان تاني اللي هو عدد مولات البرودكت ناقص عدد مولات الرياكتنت، البرودكت هنا 2 برودكت 2 وهنا عدد المولات بتاعه الرياكتنت 1 يبقى 1، 25 ديت الابسوليوت تمبريتشر بتاعها زائد 273، الدلتا ايه هي مديها لنا في التفاعل، الثابت العام للغازات اللي المفروض مديها لنا في التفاعل اي المفروض تكتبها لك هنا في المعادله في المساله اسف، واما الالف ديت قسمنا عليها عشان نحول القيمه اللي هتطلع من هنا بدل ما هي كالوري نحولها لكيلو كالوري عشان اقدر اجمعها على القيمه بتاعت الدلتا ايه. الحاجه الثانيه اللي احنا هناخدها مع بعض اللي هي المولر هيت كاباسيتي اللي هي هيرمز لها بالرمز سي، المولر هيت كاباسيتي هيرمز لها بالرمز سي واللي هي اسمها بالعربي الساعة الحرارية المولارية، الساعة الحرارية المولارية. يعني الساعة الحرارية المولارية the heat capacity of the system، الساعة الحرارية بتاعت النظام is the capacity to absorb heat and store energy، اللي هي القدرة على absorb يعني تمتص heat حرارة and store energy يعني خزن الطاقة، القدرة على
امتصاص الحرارة وتخزين الطاقة. بيقول لك as the system، لو النظام absorb heat، امتص حرارة، it goes into the kinetic motion of the atoms، يعني الجزيئات يحصل لها حركة، يعني الجزيئات الموجودة في النظام the kinetic motion of the atoms and molecules contained in the system، يعني يحصل لها حركة، وبالتالي الكينيتيك انرجي this increase the kinetic energy، بتزيد الطاقة الحركية بتاعت الجزيئات، وبالتالي rises temperature of the system، وبالتالي درجة حرارة النظام هتزيد. تمام. لو افترضنا اف كيو كالوريز از ذا هيت ابزوربد، لو افترضنا ان قيمه كيو ديت اللي هي الهيت اللي هيتم امتصاصها باي ماس بواسطه كتله ام، اند ذا تمبريتشر رايز فروم تي 1 تو تي 2 فروم تي 1 تو تي 2، ذا هيت كاباسيتي كان بي جيفن باي ذا اكسبريشن. الهيت كاباسيتي يرمز لها بالرمز سي، هتساوي الكيو اللي هو الهيت ابزوربت على الماس في مضروب في فرق ما بين درجة الحرارة اللي هي تي 2 ناقص تي 1. وبالتالي يمكن تعريف الهيت كاباسيتي في السيستم على ان هي ذا هيت ابزوربت باي يونت ماس، يبقى هي الحرارة اللي بيتم امتصاصها باي يونت ماس وحدة الكتلة، ان رايزنج لرفع درجة التمبريتشر باي 1 ديجري كالوري كيلفين اور سيليزيوس ات سبيسيفيك تمبريتشر، عند درجه حراره معينه. يبقى اللي هنا نستفاد منه كله من الخطوه دي كلها، من اسف من السلايد ديت، ان السي بتساوي كيو على ام في تي 2 ناقص تي 1، اللي هي منها يتم تعريف الهيت كاباسيتي اللي هو السعه الحراريه بتاعه النظام، على ان هي الحراره الممتصه بواسطه وحده الكتله لرفع درجه الحراره by 1 degree، درجة واحدة at specific temperature، عند درجة حرارة محددة. ده تعريف السعة الحرارية. لو افترضنا when mass considered is 1 mole، لو افترضنا الكتلة بتساوي 1 مول، ممكن يتم التعبير عن العلاقة بالطريقة دي اللي هي C بتساوي Q على T2 minus T1، أو كيو اللي هي تي 2 ناقص تي 1 اللي هي تعتبر دلتا اي، التغير في درجة الحرارة. حيث سي از مولر هيت كاباسيتي، ما نعرف طبعا ان هي مولر هيت كاباسيتي. وبالتالي ممكن بيطلع تعريف تاني للمولر هيت كاباسيتي اوف ذا سيستم. ذا مولر هيت كاباسيتي اوف ذا سيستم از ديفايند از، يتم تعريفها على ذا اماونت اوف هيت، درجة الحرارة الحرارة ريكوايرد، كمية الحرارة required المطلوبة to rise لرفع the temperature of one mole of the substance by one Kelvin، اللي هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد مول من المادة أو السيستم بواسطة درجة حرارة one Kelvin. أو ممكن نقول لها تعريف تاني، or molar heat capacity may be defined as، يمكن تعريفها على إن هي the ratio اللي هي النسبة ما بين the amount of heat absorbed to rise in temperature، اللي هي كمية الحرارة الممتصة لرفع درجة الحرارة. الريشيو ما بين الريشيو اللي هي النسبة ما بين الأماونت اوف هيت، اللي هي المعادلة دي هي الريشيو ما بين الأماونت اوف هيت absorbed على اللي هي الرايزنج تمبريتشر أو التغير في درجة الحرارة. الوحدة بتاعت المولر هيت كاباسيتي ممكن نقول كالوري بير ديجري بير مول، اللي هي كالوري كيلفين مول، أو جول بير ديجري بير مول، ممكن نقول جول كالوري كيلفين مول. الوحدة الأخيرة دي اللي هي بتاعت الـ SI unit، يبقى الوحدة بتاعت المولر مولر هيت كاباسيتي اللي هي كالوري كيلفين ماينس 1 مول ماينس 1، أو جول كيلفين ماينس 1 مول ماينس 1. تمام. المولر هيت كاباسيتي ات كونستانت فوليوم، اللي هي السعه الحراريه المولاريه ات كونستانت فوليوم عند ثبوت الحجم. اكوردنج تو ذا فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، طبعا المفروض ان كان القانون بيقول ان الدلتا اي بتساوي كيو، الدلتا اي بتساوي كيو ناقص دبليو، صح؟ طيب لو ادينا كيو الناحيه الثانيه يبقى هتساوي كيو تساوي دلتا اي زائد دلتا اي زائد الدبليو،
والدبليو هيتم التعويض عنه بالبي دلتا في، وبتطلع العلاقة دي دلتا كيو تساوي دلتا اي زائد البي دلتا في. لو قسمنا الطرفين على دلتا تي يبقى دلتا كيو على دلتا تي هيساوي المقدار ده على كلمة دلتا تي. بما ان احنا قلنا هتكون constant volume يعني معدل التغير في الفوليوم هيساوي صفر، فبالتالي القيمة ديت كأنها مش موجودة. يبقى معنى ذلك ان القيمة دلتا كيو على دلتا تي اللي هي هتسمى المولر هيت كاباسيتي اللي هي سي في هتساوي الدلتا اي على دلتا تي، في ديت معناها هتكون constant volume، مي في دي معناها الكونستانت فوليوم. يبقى دي العلاقه المهمه جدا اللي هي العلاقه اللي بتقول المولر هيت كاباسيتي هتكون كونستانت فوليوم، وبالتالي هيطلع تعريف جديد بتاع الهيت المولر هيت كاباسيتي هتكون كونستانت فوليوم بيتم تعريفها على ان هي ذا ريت اوف تشينج اوف انترنال انرجي، معدل التغير في الطاقه الداخليه ويز تمبريتشر هتكون كونستانت فوليوم، معدل التغير في الطاقة الداخلية للنظام مع درجة الحرارة هتكون constant volume عند ثبوت عند ثبوت الحجم. يبقى ديت المولر هيت كاباسيتي دي القيمة اللي أنا بحسب عنها بحسب بيها المولر هيت كاباسيتي هتكون constant volume. طيب المولر هيت كاباسيتي هتكون constant pressure، هتكون constant pressure هي المعادلة اللي هنا هتكون constant pressure عند ثبوت الضغط. دي المعادلة اللي احنا وصلنا ليها المرة اللي فاتت اللي هي دلتا كيو على دلتا تي اللي هي تعتبر السي تساوي دلتا اي زائد بي دلتا في على دلتا تي. المعادلة ديت هيتم تفريقها على كذا، دلتا اي على دلتا تي، دلتا اي على دلتا تي زائد بي دلتا في على بي دلتا في تبقى كده. وهنا قلنا ان الانثالبي تساوي اي يساوي اسف الانثالبي اللي هي بتساوي انترنال انرجي زائد البي في. طب خدنا هنا تفاضل الطرفين، خدنا تفاضل الطرف ده وتفاضل الطرف ده، هتطلع العلاقة عندي بالطريقة دي، دلتا اتش على دلتا تي يساوي دلتا اي على دلتا تي زائد البي، طبعا البي هيطلع بره خالص، دلتا في على دلتا تي. طبعا بي دي معناها هتكون constant pressure، بي معناها هتكون constant pressure. لو قارنا ما بين المعادلة ديت والمعادلة ديت، لو قارنا ما بين المعادلة ديت والمعادلة ديت هتلاقي ان السي بي اللي هي السي هتساوي دلتا اتش على دلتا تي. يعني لو ان افترضنا شايف المقدار ده اللي هو دلتا اي على دلتا تي زائد البي دلتا في، هو كأنه المقدار ده. يبقى معنى ذلك ان السي بي اللي هي المولر هيت كاباسيتي هتكون كونستانت بريشر يساوي القيمة ديت اللي هي دلتا اتش على دلتا تي اللي هي القيمة ديت. يبقى ديت اللي هي المولر هيت كاباسيتي، قيمة المولر هيت كاباسيتي ات كونستانت بريشر، دي ات كونستانت بريشر سي بي ات كونستانت بريشر تساوي دلتا اتش على دلتا تي، لكن السي في ات كونستانت فوليوم دلتا اي على دلتا تي. وبالتالي هيتم تعريف الهيت كاباسيتي على ات كونستانت بريشر على ان هو ذا ريت اوف تشينج اوف انثالبي ويز تمبريتشر ات كونستانت بريشر اللي هو معدل التغير في المحتوى الحراري للنظام مع درجة الحرارة هتكون constant pressure. يبقى المولر هيت كاباسيتي هتكون constant فوليوم دلتا اي على دلتا تي. المولر هيت كاباسيتي هتكون constant pressure دلتا اتش على دلتا تي. دلتا اتش على دلتا تي. طيب في علاقة ما بين دلتا، في علاقة ما بين المولر هيت كاباسيتي هتكون constant pressure والمولر هيت كاباسيتي هتكون constant فوليوم؟ أكيد طبعا في علاقة بينهم. طب مين فيهم الأكبر؟ هنعرف مين فيهم الأكبر، السي بي أكبر ولا السي في هي اللي المفروض تكون أكبر. السلايد ديت هي اللي هنعرف من خلالها الريليشن ما بين السي بي أند السي في وأنهي فيهم الأكبر. أولا أول حاجة بيقول لك ذا تو هيت كاباسيتيز آر نوت إيكوال، مش متساويين. يعني مثلا لو جه في الامتحان the molar heat capacity at constant volume equal to the molar heat capacity at constant pressure، طبعا الإجابة تكون خاطئة. ليه؟ هنعرف. CB is greater than CV. CB اللي هي المولر هيت كاباسيتي at constant pressure is greater than أكبر من المولر هيت كاباسيتي at constant volume by factor which is related to work done، بواسطة معامل اللي هو related to the work done المرتبط بالشغل المبذول. طيب بيقول لك at constant pressure، at constant pressure عند ثبوت الضغط
برضه في absorbed by the system، جزء من الحرارة المنبثقة بواسطة النظام is used up in increasing the internal energy، بتستخدم في زيادة الطاقة الداخلية of the system، تستخدم في زيادة الطاقة الداخلية بتاعت النظام. And the other، الجزء الثاني بتاع الحرارة المنبثقة for doing work by the system، لبذل شغل في النظام. يعني هتكون constant temperature، الحرارة المنبثقة بواسطة النظام بتعمل دورين، الدور الأول إن هي بتزود الطاقة الداخلية بتاعة النظام، والحاجة التانية بتعمل شغل على النظام. طيب لكن في حالة الكونستانت تيفوريا، درجة كمية الطاقة الممتصة فايدتها هي الحاجة الوحيدة إن هي increase the temperature of the system، بتزود درجة حرارة النظام. And there is no work done by the system، مفيش أي شغل هيتم بذله على النظام. يبقى كمية الطاقة الممتصة هتكون constant volume، بتعمل دور واحد بس اللي هو درجة الحرارة. وبالتالي المفروض at constant volume كمية الطاقة الحرارية الممتصة الهدف منها ان هي بترفع درجة حرارة النظام. معنى ذلك ان درجة حرارة النظام at constant volume بيكون اكبر من درجة حرارة النظام at constant pressure. وبالتالي هنا لو نشوف العلاقة بتاعت السي بي والسي في، هنلاقي ان السي بي بتتناسب عكسيا مع درجة الحرارة، والسي في بتتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. فبالتالي ان درجة الحرارة بتاعت النظام في حالة at constant pressure هتكون أقل من درجة الحرارة في حالة الفوليوم، فبالتالي السي بي is greater than CV، فبالتالي درجة المولر هيت كاباسيتي هتكون constant pressure بتكون أكبر، لأن أنت لو شفت السي بي هتساوي دلتا اتش على الدلتا تي، تمام؟ وعشان العلاقة ما بينهم عكسية، وعشان درجة حرارة في حالة السي في حالة هتكون constant volume بتكون أقل، لما درجة الحرارة بتكون أقل فبالتالي السي بي هتكون أكبر، لما تكون درجة الحرارة عالية في حالة هتكون constant volume يبقى معنى ذلك إن السي في بتتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. كل ما تكون درجة الحرارة أعلى كل ما تكون قيمة السي في أقل طبعا، لأن هم بينهم علاقة عكسية، وبالتالي هنا السي بي is greater than سي في. لو هنا بصينا على العلاقة بتاعت السي بي اللي هي بتساوي دلتا اتش على دلتا تي، العلاقة بتاعت السي في اللي هي دلتا اي على دلتا تي، تمام؟ لو افترضنا ان الانثالبي بتساوي اللي هي العلاقة اللي احنا خدناها اللي هي الانترنال انرجي زائد البي في، لو افترضنا ان 41 مول، يبقى بالتالي من العلاقة بما ان البي في تساوي ار تي هنتم استبدال العلاقة اتش تساوي اي زائد الار تي. لو خدنا تفاضل الطرفين يبقى دلتا اتش على دلتا تي تساوي دلتا اي على دلتا تي زائد الار. طبعا دلتا اتش على دلتا تي ما تفكركش بحاجه، اللي هي السي بي هيتم استبدالها بكلمه سي في، دلتا اي على دلتا تي اللي هي السي في، وبالتالي سي بي ناقص السي في هيساوي ار، وبالتالي قيمه السي بي اكبر من قيمه السي في بمقدار اللي هو الثابت العام للغازات. وطبعا المعادله ديت مهمه جدا، طبعا المعادله دي مهمه جدا في المسائل. وبالتالي سي بي is greater than سي في by gas constant whose value القيمة بتاعته بتساوي 1987 كالوري كلفن بكل مول، or 8.314 من 1000 جول لكل كلفن مول، اللي هي وحدة الـ SI unit اللي هي International System Unit. يبقى العلاقة ما بين السي بي والسي في، سي بي ناقص السي في يساوي ار، اللي هو السي بي اللي احنا قلنا مولر هيت كاباسيتي هتكون constant بريشر ناقص المولر هيت كاباسيتي هتكون constant فوليوم يساوي الار. طيب لو احنا عايزين نحسب الكالكوليشن بتاعت الدلتا اتش اند دلتا تي، دلتا اي الدلتا اي والدلتا اتش بمعلومية اللي هي المولر هيت كاباسيتي، طبعا احنا عارفين ان السي في بتساوي دلتا اي على دلتا تي، وبالتالي ان الدلتا اي تساوي حاصل ضرب السي في في دلتا تي، تمام؟ الدلتا اي طبعا احنا عارفينها اللي هي معدل التغير في دلتا اي اللي هي تساوي اي 2 ناقص اي 1 يساوي سي في اللي هي بتساوي معدل التغير في التمبريتشر اللي هي تي 2 ناقص تي 1. يعني ده لو كان في حاله لو انت استخدمت 1 مول، لكن لو استخدمت ان مول من الايديال جاز تطلع العلاقه عندي الدلتا اي هتساوي
اتنين ماينس اي 1 تساوي ال n في سي في في تي 2 ناقص تي 1. يبقى دي العلاقة ما بين حساب الدلتا اي بمعلومية السعة الحرارية هتكون استنط مين؟ هتكون استنط فول. طب لما نيجي نحسب العلاقة في حالة الدلتا اتش، خدنا ان الدلتا اتش تساوي دلتا اي زائد البي في، يعني دلتا اي زائد دلتا بي في. طبعا البي في ده ممكن نستبدله ان هو بالار تي، يبقى دلتا اي زائد دلتا ار تي، يبقى تطلع العلاقة عندي دلتا اي زائد الار دلتا تي. تمام، يعني عشان الار ثابت العامل الغازات ده ثابت، لكن دلتا تي ديت عشان التمبريتشر بتتغير. هتطلع عندي العلاقة في لغة خالص. بص عندي هنا في العلاقة دي، هنا الدلتا اي شايف القيمة بتاعتها كانت سي في في تي 2 ناقص تي 1، هيتم التعويض عنها في المعادلة هنا، زائد الار الدلتا تي هتبقى تي 2 ناقص تي 1، يبقى هنا سي في تي 2 ناقص تي 1 زائد ار تي 2 ناقص تي 1. تمام، هنا خدنا ان في علاقة ما بين السي بي، اللي هي العلاقة ما بين السي آسف، هناخد هنا المقدار ده عامل مشترك ما بين الطرفين، يبقى تي 2 ناقص تي 1 هناخده عامل مشترك، يبقى سي في زائد الار هيبقى مضروب في تي 2 ناقص تي 1. وحيث ان بما ان سي بي ناقص السي في يساوي الار، يعني معنى الاصح السي بي هيساوي سي في زائد الار، فبالتالي القيمة ديت هتساوي السي بي، يبقى العلاقة هتطلع تي 2 ناقص تي 1 في حالة استخدام 1 مول واحد من الغاز، لكن لو في حالة استخدام n مول من الغاز هتطلع العلاقة عندي الدلتا اتش تساوي n في سي بي في تي 2 ناقص تي 1. من الاخر خالص ديت المعادلة ديت المعادلة اللي قبل كده دول من اهم المعادلات، اللي هي الدلتا اي تساوي n في سي في في تي 2 ناقص تي 1. الحاجة الثانية المعادلة التغير في الانسولفي، دلتا اتش تساوي n في سي بي في السعه الحراريه ات كونستانت بريشر في تغير درجه الحراره اللي هي تي 2 ناقص تي 1. يعني المعادله ديت والمعادله ديت من اهم المعادلات في اللي هي حساب الدلتا اي والدلتا اتش، بتيجي على طول في المسائل. طيب اللي هي ادينا لسه بنتكلم عليها وهي موجوده في المساله، بيقول لك calculate the value of delta E and delta H on heating 64 جرام of oxygen from 0 to 100 درجة مئوية. بيقول لك ان CV and CV CV and CB on average R 5.7 كالوري مول ديجري. طبعا احنا قلنا من اهم المعادلات ان هي دلتا E تساوي N في CV في T2 ناقص T1، والدلتا H تساوي N في CB في T2 ناقص T1. N اللي هو عدد المولات، عدد المولات احنا قلنا يساوي الويت على المولوكلر ويت. الويت هنا 64 والاكسجين المولوكلر ويت بتاعته والاتوميك ويت بتاعته 16، يبقى اول حاجه الان تساوي 64 على 16 يساوي كام؟ 4. تي 2 اللي هي 100 درجه مئويه زائد 273 يبقى هتطلع 373 عشان درجه حراره الكلف. تي 1 هنا 0 درجه مئويه زائد 273 يبقى 273، يبقى الدلتا ايه هتساوي 4 في 5 اللي هي السي في في 100 373 ناقص 273 هتطلع عند القيمه بتاعتي 2000 كالوري. طب تعال نطبق الثانيه، دلتا اتش تساوي 4 في سي بي اللي هي 7 في تي 2 اللي هي 373 ناقص 273 هتطلع عندي 2800 كالوري. يبقى مساله مباشره خالص ما فيهاش اي مشاكل. المعادلة الثانية بيقول لك، المسألة الثانية بيقول لك calculate the amount of heat necessary، احسب كمية الحرارة المطلوبة to rise لرفع درجة حرارة لرفع 213.5 جرام فوتر لرفع وزن اللي هو 213.5 جرام من المية من 25 درجة مئوية ل 100 درجة مئوية، حيث ان المولر هيت كاباسيتي فوتر هي السعه الحراريه بتاعه الميه از 18 كالوري مول كل كلفن. طبعا احنا عارفين ان في علاقه ما بين المولر هيت كاباسيتي وما بين الهيت ابسوربت،
السي بتساوي كيو على تي 2 ناقص تي 1، منها هنقول ان الكيو هتساوي لو ضربنا طرفين في وسطين كيو هتساوي سي 2 تي 2 ناقص تي 1، يبقى الكيو بتساوي ده في حالة ال 1 مول، الكيو تساوي ان سي سي تي 2 ناقص تي 1 في حالة ان مول. عدد المولات طبعا عارفينها، الويت على المولوكلر ويت 213.5 على المولوكلر ويت بتاع الميه اللي هو 18، السي بتساوي 18، التي 2 100 زائد 273، 25 زائد 273 يبقى 373 ناقص 298، يبقى الكيو هتساوي عدد المولات في 18 اللي هي السي مولار هيت كاباسيتي في الفرق ما بين درجات الحراره اللي هي 373 ناقص 298، هتطلع 16000 كالوري او 16 كيلو كالوري لو قسمنا على 1000 لو حسبناها بوحده الكيلو كالوري. دي طبعا مساله برضو مباشره ما فيهاش اي حاجه. المساله الثالثه بتقول 3 مول اوف ان ايديال جاز، 3 مولات من الغاز المثالي، السي في بتاعته 5 اللي هي المولر هيت كاباسيتي هتكون كونستانت فوليوم 5، ات 10 اتموسفير اند زيرو درجة مئوية، ار كونفيرتد تو 2 اتموسفير ات 50 درجة مئوية، فايند دلتا اي اند دلتا اتش، الار بديها لك 2 كالوري مول ديجري، مديك قيمة الار. طبعا احنا خدنا ان الدلتا اي بتساوي ان سي في دلتا تي، طبعا معروفه اللي هي المعادله اللي انا قلت مهمه جدا، 3 عدد المولات في 5 في 372 323 ناقص 273 اللي هي 50 درجه مئويه زائد 50 درجه مئويه زائد 273 هتدينا 323، ديت 0 زائد 273 هتطلع القيمه بتاعتها كده، هتطلع الدلتا اي بتاعتي 750 كالوري. طب لما اجي احسب الدلتا اتش، تمام، الدلتا اتش هو هنا المفروض ان سي بي دلتا تي، هو مش مدينا السي بي، مش مديك المولر هيت كاباسيتي ات كونستانت فوليوم، لكن مديك المولر هيت كاباسيتي ات كونستانت مين، اسف مش مديك ات كونستانت بريشر، مديك ات كونستانت فوليوم. القيمه ديت السي بي خدناها قبل كده ان هي تساوي السي في زائد الار، يعني 5 زائد 2 اللي هي عملها هنا، يبقى السي بي هتساوي 5 زائد 2 او تساوي السي في زائد الار، يبقى 3 في 5 زائد 2 في تغير في درجه الحراره هي 323 ناقص 273، هتطلع القيمه عندي 1050 كالوري، تطلع القيمه عندي 1050 كالوري. هناخد حاجه ثانيه اللي هي الادياباتيك اكسبانشن اوف ان ايديال جاز، تمدد الغاز اللي هو في حالة النظام الأدياباتيك. بيقول لك أبورسيس لو العملية كارد أوت إن في وعاء whose wall are perfectly insulated، يعني الجدران بتاعته perfectly insulated يعني محكمة العزل، وبالتالي no heat لا يوجد حرارة can pass through them، فيش درجة حرارة يتم انتقالها من النظام لخارج النظام من خارج النظام لداخل النظام، وبالتالي السيستم في الحالة دي يسمى adiabatic system. In such a process في هذه العملية there is no heat change، مفيش تبادل للحرارة between a system and the surroundings and the qubit so safe. According to first law of thermodynamics دلتا A بتساوي Q ناقص W تساوي 0، طبعا Q بتساوي 0 ناقص W تساوي ناقص W، وبالتالي في الأديابيتك سيستم دلتا A بتساوي سالب W. ونتيجة لذلك since لأن the work is done، الشغل المبذول at the expense of internal energy على حساب الطاقة الداخلية، فبالتالي the internal energy decrease and the temperature fall، وبالتالي درجة حرارة النظام الطاقة الداخلية بتاعت النظام هتقل، وبالتالي ال temperature هتقل.
بيقول لك consider one mole of an ideal gas at pressure P. لو افترضنا واحد مول من الغاز المثالي عند ضغط P and volume V عند حجم V for an investment increase in volume زيادة متناهية في الحجم اعتبارها دلتا V and pressure P. The work done by the gas الشغل المبذول بواسطة الغاز يبقى يساوي سالب دلتا V. The internal energy decrease by delta E والطاقة الداخلية هتقل بمقدار delta E فبالتالي delta E هتساوي سالب delta V. طب احنا كنا خدنا قبل كده ان المولر هيت كاباسيتي ات كونستانت فوليوم بتساوي delta E تساوي سي في delta T. هنساوي القيمتين دول ببعض يبقى سي في delta B يساوي سالب delta V delta B delta DV for an ideal gas كنا ان ال B هيساوي RT على ال V. هيتم التعويض عن القيمة ديت في المعادلة دي. هتطلع عند العلاقة في الآخر خلاص CV delta T يساوي سالب RT delta V على delta T. هودي T الناحية التانية تبقى المعادلة عندي CV على delta T على T يساوي minus R delta V على V. لو خدنا التكامل الطرفين هناخد التكامل هنا وهناخد التكامل هنا هتطلع عند المعادلة في الآخر خالص سي في لين تي 2 على تي 1 يساوي ماينس ار لين في 2 على في 1 وحيث ان الار ديت بتساوي سي بي ناقص السي في يبقى المعادلة ديت يتم كتابتها كده هيعوض هنا السي بي عن السي في وبعد كده يقسم على السي في هتطلع عند المعادلة في الآخر خالص لين تي 2 على تي 1 هيساوي دي الار ديت اللي هي سي بي ناقص سي في سالب سي بي ناقص سي في على السي في لأن هو قسم هنا على السي في لين في 2 على في 1 هيفترض إن الريشيو ما بين سي بي 2 سي في 1 بيسميها مقدار يساوي جاما جاما هتساوي سي بي على سي في كأنها سي بي على سي في ماينس 1 يبقى دي جاما يعني دي كأنها سي بي على سي في ناقص 1 فبالتالي المعادلة هتبقى بالطريقة ديت لين تي 2 على تي 1 ماينس جاما ماينس 1 لين في 2 على في 1 عشان خاطر الإشارة السالبة ديت هيتم استبدال بدل ما هي في 2 هيخليها في 1 في 1 على في 2 يعني ممكن نكتب المعادلة ديت لين تي 2 على تي 1 يساوي جاما ماينس 1 لين في 1 على في 2 وبعدين هياخد انت لوغاريتم ليه هتطلع على لك في الاخر خالص تي 2 على تي 1 هيساوي في 1 على في 2 جاما اس جاما ماينس 1 ومنها لو ودينا ديت الناحيات ضربنا طرفين في وسطين هتطلع العلاقه عندي تي 2 في 2 جاما ماينس 1 يساوي تي 1 في 1 جاما ماينس 1 ومعنى ذلك ان تي في ال V جاما ماينس 1 كونستانت يعتبر كونستانت فاليو طيب من المعادلة ديت اللي هي دي ممكن تتكتب بالطريقة ديت T 2 على T 1 يساوي B 2 V 2 على B 2 V 1 يساوي V 1 على V 2 أس جاما ماينس 1 ومنها أقدر أقول إن ال B 2 على B 1 يساوي V 1 على V 2 أس جاما وبالتالي طرفين برضو في وسطين B1 V1 أس جاما يساوي B2 V2 أس جاما معنى ذلك إن ال BV جاما يساوي constant value معنى ذلك إن ال BV أس جاما ده يعتبر constant value بيقول لك السلايد ديت بتقول في comparison between isothermal and the adiabatic expansion يبقى تمدد الغاز في عملية الايزوثيرمال والادياباتيك ايه الفرق ما بينهم بيقول لك بيول لو قانون بيول ديسكرايب بيصف بريشر فوليوم ريليشن اوف ان ايديال جاز اندر ايزوثيرمال كونديشن بيوصف العلاقة ما بين البريشر والفوليوم اندر ايزوثيرمال كونديشن اللي هي ايزوثيرمال هتكون كي كونستانت. This is similar to the relation derived from adiabatic expansion. هي نفس العلاقه يعني البي في كونستانت البي في بتساوي كونستانت في حاله الايزوثيرمال كونديشن.
والبي في استجامة كونستانت في الحالة الأديابيتك اكسبانشن. الجاما فور ان ايديال مونو اتوميك جاز تساوي 1.76 فور ان ايديال يعني مثالي، مونو اتوميك يعني ذره واحده، يعني مثلا اكسجين مش اكسجين ونيتروجين، اكسجين مونو اتوميك. ذا ديفرنس بتوين ذا تو بروسيس، ايه الفرق ما بين الايزوثيرمال والادياباتيك اكسبانشن؟ في الايزوثيرمال بروسيس ذا تمبريتشر اوف ذا سيستم ريمين كونستانت، درجه حراره النظام بتفضل ثابته، لكن في الادياباتيك بروسيس ذا تمبريتشر ماست تشينج. ودي اهم حاجه، دي اهم حاجه في السلايد دي. في الايزوثيرمال بروسيس ذا تمبريتشر، الايزوثير بروسيس التمبريتشر ريمين كونستانت بتفضل ثابته، لكن في الادياباتيك بروسيس التمبريتشر ماست تشينج. بس في نفس الوقت ان البي في حصل ضرب الضغط في الحجم بيساوي كونستانت في حاله الاثنين، في حاله الايزوثيرمال وهنا في حاله الادياباتيك. ديت الفرق كومبارزون بين ايزوثيرمال اند ادياباتيك اكسبانشن. الفرق ما بين الايزوثيرمال والادياباتيك اكسبانشن ان هو التمدد الايزوثيرمالي والادياباتيك. السلايد دي بتقول لك كيف يمكن ورك حساب الورك دان ان ادياباتيك ريفرسابل اكسبانشن، ان الشغل المبذول في الادياباتيك يعني الادياباتيك ريفرسابل انعكاس اكسبانشن، تمدد الادياباتيكالي الانعكاسي. في الادياباتيك بروسيس طبعا عارفين ان بي في بي في السجامه تساوي كونستانت. لو خدنا تكامل الطرفين، لو خدنا تفاضل اسف الطرفين، هيطلع عندي جاما بي في جاما ماينس 1 دلتا في زائد في جاما دلتا بي يساوي زيرو. لو قسمنا يمين وشمال على القيمة ديت اللي هي في أس جاما ماينس 1، هتطلع عند العلاقة جاما بي دلتا في زائد في دلتا بي يساوي زيرو. طيب هنودي القيمة دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى في دلتا بي يساوي سالب جاما دلتا بي في. وهنا طبعا عارفين الفاليو اوف دلتا بي فور ان ايديال جاز، خلي بالك ان 1 مول يبقى بي في يساوي ار تي. لو خدت تفاضل بتاع المعادله ديت هتطلع عندي بي دلتا في زائد في دلتا بي يساوي ار دلتا تي، تمام. ومنها تطلع عندي العلاقه ديت ان الفي دلتا بي تساوي ار دلتا تي ماينس بي دلتا في، ودي ممكن تتعوض عنها هنا في المعادلة اللي هي موجودة دي. طبعا السلايد ديت يعني مش مهمة للدرجة دي، هو مجرد بس بيقول لك ان الورك دان ازاي بتحسب في الادياباتيك ريفرسابل اكسبانشن. بيقول لك كالكوليت دبليو فور ذا ادياباتيك ريفرسابل اكسبانشن اوف 2 مول اوف ان ايديال جاز at 273.2 كلفن and 20 اتموسفير to final pressure of 2. طبعا هو هنا مدينا قيمة calculate W for adiabatic expansion of 2 مول، مدينا ان هو 2 مول الادياباتيك الاوفن ايدر جاز هات 273.2 كلفن اند 20 اتموسفير. بيقول ان السي بي تساوي 5 ار على تي، والسي في تساوي 3 ار على 2، والار بتساوي 8 اللي هي 8 و314 جول لكل مول ديجري. اول حاجه تو كالكوليت ذا فاليو اوف تي 2 ذا فاينل تمبريتشر يوزنج اكسبريشن اللي هو ده، هو مدينا تي 2 على تي 1 جاما تساوي بي 2 على بي 1، هو عايز يحسب التي 2. الجاما بتساوي سي بي على السي في، تمام، اللي هي 5 على 3. لو قسمت الاثنين دول على بعض تدينا 5 على 3. وبالتالي هنعوض عن القيمة هنا، القيمة يبقى تي 2 على 273.2
خمسة على ثلاثة بي اتنين بتساوي اتنين بي ون بتساوي 20، منها نحصل على تي اتنين تساوي 108.8 كلفن. لو عايز احسب الماكسيموم ورك في العلاقة ديت ان انا اقدر احسب منها الماكسيموم ورك، دبليو ماكس تساوي ان ار تي اتنين على تي ون على واحد ناقص جاما، تمام؟ او ممكن احسب بالعلاقه ديت في الاخر خالص هتطلع عندي قيمه الشغل المبذول 4.1 كيلو جول. ممكن احسب بيها وممكن احسب بالعلاقه الثانيه ديت مباشره اللي هي دبليو تساوي سالب دلتا اي اللي هي بتساوي سالب ان سي في في تي 2 اللي هي سالب 2 في 3 في 3 على 2 في اللي هي قيمه الثابت العام للغازات اللي هي 108.8 ناقص 273.2 هتطلع 4.1 كيلو جول. وممكن المسألة ديت عشان صعبة شوية ممكن ما يعني إن ما مش مهمة للدرجة دي ممكن ما نركزش عليها. المسألة الأخيرة اللي هي بيقول لك at 25 درجة مئوية for the combustion of 1 mole of liquid benzene the heat of the reaction at constant pressure is given by، طبعا هو مدينا الدلتا اتش، هو what would be the heat of the reaction at constant volume. عايز يحسب الـ heat of reaction. طبعا احنا خدنا العلاقه اللي هي دلتا اتش تساوي دلتا اي زائد دلتا ان ار تي. طبعا الدلتا ان اللي هي هتساوي الفرق ما بين عدد مولات البرودكت على ناقص عدد مولات الرياكتنت. طبعا هنا خلي بالك اللي هيتم اخده في المعادله هنا جرام، هنا غاز وهنا غاز، هنا ده ليكويد وليكويد، الليكويد مش هيخش. هنا كام عدد مولات الغاز؟ هنا 6. عدد مولات الغاز في الرياكتنت 7.5، فبالتالي الدلتا ان برودكت ناقص ان رياكتنت 6 ناقص 7.5 هتساوي سالب 1.5. هنا عايزين هو مدينا قيمه الدلتا اتش، عايزين هنا قيمه الدلتا اي، يبقى الدلتا اتش الدلتا اي هتساوي دلتا اتش ناقص دلتا ان افتح قوس ار تي. هو مدينا المفروض يديك الثابت العام للغازات، تمام؟ ومدينا التمبريتشر اللي هي 25 زائد 273 هتطلع 278، تمام؟ وهو هنا الثابت العام للغازات عوض عنه باتنين، يبقى هنا سالب القيمه ديت ناقص ناقص 1.5، 1.5 اللي هي الدلتا ان، الار عوض عنها باتنين، التمبريتشر اللي هي 25 زائد 273 هتطلع 298. وبالتالي ده هيبقى سالب وموجب، انا اطرحهم من بعض هتطلع القيمه عندي سالب. القيمه دي كالوري، لو احنا عايزين نحسبها بالكيلو كالوري هتبقى 780 كيلو كالوري. وبالتالي ديت اعتقد اخر سلايد، وبكده يكون خلصنا المنهج، وبالتوفيق ان شاء الله، وتوفيق ان شاء الله في الامتحان باذن الله.